ابي صدق ما تقطع ما تقطع. مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معكم بحلقه جديده من برنامج مع الناس. وبما اننا من زمان ما نزلنا اي حلقه من الحلقات الرياضيه، حلقتنا اليوم راح تكون باذن الله حلقه رياضيه. راح نسال الناس مجموعه اسئله، من بينها منو افضل نادي عربي بوجهه نظرهم. لنكثر بالكلام، خلونا نروح ونبتدي حلقه اليوم. منو افضل دوري عربي بوجهه نظرك؟ دوري القطري. يعني معقوله اقوى من الدوري المصري، الجزائري، السعودي وغيره؟ اي بوجهه نظر يعني. زين، شنو اللي تشوفه يميز الدوري القطري؟ انت ما اخترت بس كذي، اكيد الدوري القطري تشوف فيه مميزات اللي خليته انك تقول هذا افضل واحد. يعني عندهم انديه قويه، انديه قاعده توصل نهائي كاس اسيا، في لاعبين عالميين يعني يلعبون بالدوري القطري. منو افضل دوري عربي بوجهه نظرك؟ يعني واضح اعلاميا، من ناحيه هم اعلاميه، ويعني اللي شايفينه السعوديه. ليش اخترت الدوري السعودي؟ هذا اللي نشوفه، يعني نشوف الاهتمام باللاعبين، حبيبين الشعب بالكره يعني. روح شوف جمهورهم، شوف الحضور، شوف الاكتيفيتي عندهم حق المباراة، وايد قوي. تشوف انه فعلا هم يستاهلون انه يكون رقم واحد في وايد دوريات عربي. اي بس ما حد مسوي مثلهم، فيستاهل انه يكون. منو افضل دوري عربي بوجهه نظرك؟ صراحه معروف يعني افضل دوري عربي السعودي، ما في اي دوري عربي اشوفه يتقارن وياه. اوف، انت قلت ما في دوري يتغير معاه، يعني عندك المصري وغيره ما تشوفه؟ أخذ أفضل دوري بآسيا تقريبا، صنف يعني العالم من التوب 10 مقارنة مع الخليج والعرب، دوري السعودي. منو أفضل دوري عربي وجهة نظرك؟ والله الدوري العربي الدوري السعودي. في وايد دوريات، ليش اخترت الدوري السعودي؟ والله يحظى بجمهور كبير بصراحة، وكماخذ صدى بالخليج بشكل عام. منو أفضل دوري عربي بوجهة نظرك؟ أحب أقول مثل كلام أخوي الدوري السعودي، بما أنه يعني في أندية كثير، عندك الهلال، النصر، يعني وبناسبة ماخذ صدى بالخليج. منو أفضل دوري عربي من وجهة نظرك؟ السعودية. تشوفه هل فعلا يستاهل إنه يكون هذا الدوري الأفضل؟ طبعا ما فيها يعني مين يسأل. منو أفضل دوري عربي بوجهة نظرك؟ السعودي. دوري السعودي؟ إيه نعم. زين، دوري السعودي تشوفه أفضل مثلا من الدوري المصري، الدوري مثلا القطري، الدوري الجزائري وغيرهم؟ لا يقارن الدوري السعودي في أي دوري من كل النواحي. في أي دوري عربي؟ في أي دوري عربي. أنت لما تروح تحضر المباريات هناك متعة، كأنك أنت قاعد تلعب بلاي ستيشن. حتى التنظيم، حتى دخولك للملعب، تحس أنك أنت يعني كانك داش الدوري الانجليزي. منو افضل دوري عربي بوجهه نظرك؟ دوريين انا عندي صراحه، السعودي والقطري. العربي يعني الدوري السعودي هو يعني نمبر 1 عندي. بما انك قلت ان الدوري السعودي نمبر 1 او رقم 1، شنو اللي خلاك توصل حق هالشيء؟ الدوري السعودي تشوف لاعبينه، تشوف ملاعبه، تشوف جماهيره، انديته، تشوف محترفينه، تجمع هذه المميزات يعني، وتشوف باقي الدوريات الثانية ما تحصل نفس المميزات هذه. ملاعب أفضل ملاعب، لاعبين أفضل لاعبين، جمهور أفضل جمهور. يعني مجرد أنك تتابع الديربي السعودي والله يا أخي تستمتع كأنك قاعد تشوف الكلاسيكو الأرض. الله، برشلونة وريال مدريد، والله لو تيجي ديربي سعودي ويجي كلاسيكو بنفس اليوم أفضل الديربي على الكلاسيكو. أوف، من المتعة الجماهير الموجودة، متعة متعة لما تشوف الجماهير وتشوف التشجيع وتشوف اللاعب، متعة. منو أفضل نادي عربي بوجهة نظرك؟ الهلال السعودي. عندك وايد أندية، أنت رحت واخترت الهلال، ليش؟ المباريات تحكم. تشوف الهلال لو بارا الأندية مثلا الأندية الجزائرية والمصرية والغيرها قادر أنه يتغلب؟ إيه قادر. منو أفضل نادي عربي؟ أفضل نادي عربي الهلال السعودي. وايد أندية عربية عندك، مثلا الزمالك، الأهلي وغيره. أنا مواطن كويتي هنا، يعني أنا أشوف، أنا شلون أعرف الأندية شلون صارت؟ من حيث الإعلام، من الإعلام ظاهر أن الهلال السعودي هو يعني المصدر. تشوف أن إذا بارة مثلا الأندية العربية يقدر يفوز عليها ويكتسب؟ أنا الرأي نعم. منو أفضل نادي عربي بوجهة نظرك؟ الهلال. الهلال، أنت لاحظت أنت حتى ما طولت ثانية على طول الهلال، ليش؟ الهلال يعني اسأل أي شخص بعيداً عن أنه هو يشجع نادي ثاني، أفضل نادي عربي الهلال، دوري بطل آسيا مرتين، ما في منافس له الصراحة. زين، البعض يقول لك عندك الزمالك، الأهلي، تراجي وغير. لا ما أشوف يعني ما يتغارون المستوى الهلال. ما يتغارون مع الهلال؟ لا نهائي. منو أفضل نادي عربي بوجهة نظرك؟ النوادي العربية كثير، لكن أنا كواحد من الناس أحز نادي الزمالك. الزمالك المصري نعم. عندك الأهلي، عندك الترجي وغيرهم. هذا عشان الأخوان المصريين بشكل عام، ويستاهل نادي الزمالك، أنا من واحد من الناس مشجعينه. منو أفضل نادي عربي بوجهة نظرك؟ أفضل نادي عربي أحب أقول القدساوي. في الهلال، في الزمالك، الأهلي وغيرهم، اخترت القدسية ليش؟ أنا الوالد قدساوي. حلو. اي والله، من طلعنا الدنيا وهو القادسيه، والقادسيه والاصفر، والجاب الكاس وجاب الجول، عرفت؟ فربينا بيت قدساوي تقدر تقول. منو افضل نادي
عربي بوجهة نظرك؟ القادسية. تشوفه أفضل حتى من الأندية السعودية، الأندية المصرية؟ خاصة بدر المطوع. القادسية يستاهل إنه يكون أفضل نادي؟ يستاهل جدا. من أفضل نادي عربي بوجهة نظرك؟ الهلال، الأهلي المصري، الترجي. الهلال، الأهلي المصري، الترجي. ليش اخترتهم على هالترتيب؟ كون الهلال يعني النادي اللي يعني فعلا زعيم، وكون فريق ممتع وماتع. بعدين يعني أيام الدراسة كان عندنا مدرس مصري كان من أشد متابعين الأهلي، حتى مرات يعني حاضر عندنا مدرسة لابس الأهلي، فكنت أسأل عن النادي، فقمت أروح أتابع أنا بيوتر والنت عن الأهلي، فصرت يعني من يعني عشاق نادي الأهلي. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ المصري يمكن. شنو اللي تشوفه يميز الجمهور المصري؟ يعني أول شيء موايد، ثاني شيء يعني طريقتهم التشجيع. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ راح أروح وأرد على السعودية. إلا السعودية، السعودية، السعودية. ليش؟ إذا تبي بالكم المفروض إنه سعودي، بس يعني لو تروح مصر راح تقعد تدش كل كافية راح تلقى كلهم تابعون كرة قدم. حلو. يمكن أنا ما عندهم شيء يعني. لا أنا ولا شيء. فسعودي ثم المصري، بس أقوى نادي، أقوى جمهور بالعالم بالتاريخ ما تكرر بعد نادي العربي ما يبي. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ الجمهور السعودي. جمهور السعودي. نعم، أشوفه أفضل حتى من الجمهور الأوروبي. أوف. نعم. شوف هل فعلا الجمهور السعودي يستحق إنه يكون بالقمة؟ نمبر ون بعد، مو بس بالقمة. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ الجمهور الكويتي. في جمهور سعودي، المصري، الجزائري وغيره. الجمهور الكويتي طال عمرك يطرب حتى اللاعبين بالتشجيع، يعطي اللاعب حماس. الرابطات والشباب والأناشيد والأغاني اللي تعرفها والتشجيع، يعني حماس حماس. أحب أقولك السعودي. ليش اخترت السعودي؟ لأن طال عمرك عنده أندية كثير وما شاء الله عندهم كثافة سكانية أكثر، فمن هذا النقطة أنا أقول لك إنه أضخم وأقوى. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ والله أنا أشوف إن جمهور الكويت بصراحة. شو اللي يميز جمهور الكويت؟ يعني يوم شفنا افتتاح استاد جابر أنا موجود فيه. صراحة جمهور قوي. جمهور العربي الكويتي. حلو. النادي العربي الكويتي صراحة جمهوره أنا أحييه بوقوفه وراء النادي سواء كان خسران أو كان فايز، وهو سبب أحد انتصارات النادي العربي، هذا ما في شك. وجمهور نادي الهلال، جمهور نادي الهلال شيء خرع يعني. زين لو قلت لك على مستوى المنتخبات كدولة منو أفضل جمهور عربي؟ الكويت. جمهور الكويتي؟ نعم. عندك الجمهور السعودي، المصري، الجزائري وغيره. ماكو أكثر صبر في الجمهور الكويتي، حتى المنتخب في أردى مستوياته تلقاه موجود. منو أفضل جمهور عربي بوجهة نظرك؟ السعودي. سعودي؟ أقوى جمهور، حماس، ظرافة دم، شيلاتهم حلوة، أمتع جمهور جمهور السعودي. ما فيها نقاش؟ اللي تناقش على الجمهور السعودي ما يفهم رياضة. منو أفضل لاعب عربي بوجهة نظرك؟ محمد صلاح. ما يبي له، اخذ منه دقيقتين. ليش؟ طول على طول ما في، بس شنو نسوي زياده عشان تقول اقوى لاعب عربي؟ في وايد لاعبين مثلا محرز، حكيمي وغيره، ليش اخترت صلاح؟ انا اشوف انه ما حد ينافسه. منو افضل لاعب عربي وجهه نظرك؟ اكيد محمد صلاح. حاليا اشوف انه مظلوم انه ما اخذ افضل لاعب بالعالم اساسا، مو بالعرب. شوف انه يستاهل افضل لاعب بالعالم. مظلوم يستحقها من السنه اللي طافت بعد، مو من الحين. منو افضل لاعب عربي بوجهه نظرك؟ افضل لاعب عربي صراحه ابو مكه. ليش اخترت محمد صلاح؟ هل مستوى المستوى عالي، ضربات يعني محكمه، وما شاء الله تبارك الله جمهوره على ما بقول لك على الوطن العربي، والله عالمي. ضم صوتي لصوت اخوي ابو مكه محمد صلاح. وايد 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 اختاروا محمد صلاح اليوم، شنو السبب؟ طال عمرك اخذ صدى، يعني هو يلعب الدوري الانجليزي حلو، وبعدها هداف ما شاء الله عليه، وانا انا اتابع له كذا مباراه ما شاء الله عليه، يعني شوفه على طول رجله والجول. منو افضل لاعب عربي بوجهه نظرك؟ انا اشوف انه محمد صلاح صراحه، شخص فنان. منو افضل لاعب عربي بوجهه نظرك؟ الكينج صلاح. ما يبي له. زين في محرز، في وايد لاعب. ماكو ماكو ماكو، وصل الدوري الانجليزي، اخترق الدوري الانجليزي كامل، رايح راد رايح راد الريال. منو افضل لاعب عربي بوجهه نظرك؟ افضل لاعب ابو تريكه. ابو تريكه؟ نعم. عندك محمد صلاح، عندك حكيمي، زياش وغيرهم. اذا تبي توجه للفنيات فضل رياض محرز. رياض محرز احسن محمد صلاح؟ رياض احسن من محمد صلاح بشكل كبير وبعيد. كبير وبعيد جدا. محمد صلاح ما اخذ الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا. اخذ الدوري الانجليزي بروح محمد صلاح. محمد صلاح من صنع محمد صلاح؟ محمد صلاح صنعه ثلاث اشخاص: مدرب، ماني، فيرمينيو. هل تشوف ان دورينا ما فيه الاشياء اللي موجوده بالدوريات الثانيه؟ ابدا، دورينا لا ملاعب، لا لواعيب، لا محترفين. يعني محترفين عندنا طبعا يفوقهم اللاعب المحلي، مشاكلنا واجد، تحكيمنا دائما عليه علامه استفهام، دائما ينتقدون الانديه. اخر شيء التسعينات وقفت الرياضه. انا ودي اختزل داخل مخ الحكومه اشوف شنو تفكر فيه، يعني
ليش رياضتنا مو نفس رياضة السعودية؟ بالنسبة لك ليش؟ ابي صج وما تقطع. قول ما اقطع. ما تقطع؟ ما اقطع. الحكومة. الحكومة؟ الحكومة. الحكومة موفرة كل شيء. الحكومة ودخلوا ناس دخلت السياسة في الرياضة، وناس قاعد تطبق أجندة رياضية. واحد أخو رئيس الرئيس الخفي في الاتحاد الرياضي سبب الدمار الرياضي الحاصل حاليا. هو شكو هو بعيد. هو مو بعيد، هو موجود وحاط ناس بالاتحاد الرياضي كصورة فقط، حاط فلان 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 رئيس نائب رئيس أمين صندوق أمين سر، هذول صورة، وهو اللي قاعد يتحكم فيهم من وراء الكواليس.